أول فتاة مصرية وعربية تحصد برونزية بطولة العالم للترايثلون في سبتمبر 2015 تحت 19 عاما بولاية شيكاغو هي فاطمة هجرس. فاطمة هجرس من مواليد عام 1996، برز اسمها في العديد من البطولات برياضة الترايثلون والكاراتيه التقليدي والدراجات، وحصدت العديد من البطولات المحلية والعربية والقارية في مختلف المنافسات. استطاعت فاطمة هجرس النجاح في أكثر من رياضة وتمثيل منتخب مصر في أكثر من لعبة، واعتلت منصات التتويج القارية والعالمية. البداية كانت برياضة الكاراتيه في سن 3 سنوات، بالإضافة إلى السباحة والتنس بهدف تقوية العضلات لمساعدتها في رياضة الخماس الحديث وألعاب القوى. مع بداية عام 2009 بدأت في التأهل للبطولات بالانضمام لمنتخب الناشئين، وفي عام 2012 بدأت حكايتها مع رياضة الترايثلون بالاشتراك في بطولة العالم بشيكاغو، وحصدت الميدالية البرونزية تحت 19 سنة لتصبح أول مصرية وعربية تحقق هذا الإنجاز. وواصلت هجرس مشوارها في الرياضة وإنجازاتها بحصد ذهبية بطولة العالم في عام 2016 تحت 23 سنة، كما حصدت فضية بطولة إفريقيا للشباب. منافسات عديدة في مختلف الألعاب استطاعت بطلة مصر فاطمة هجرس الفوز بها وتحطيم الأرقام القياسية والتتويج بألقابها محليا وعربيا وقاريا وعالميا. وعن دراستها لم ترغب هجرس الابتعاد عن مجالها، فكانت كلية التربية الرياضية وجهتها، وحاليا تستعد لمناقشة الماجستير في علوم الرياضة إلى جانب عملها كمعلقة رياضية وإعلامية متخصصة في الألعاب الفردية. فاطمة هجرس بطلة مصر وإفريقيا والعالم في الترايثلون لديها رؤية مختلفة في تطوير منظومة رياضية إداريا وتدريبية بتطبيق بعض معايير العلوم الحديثة لاستمرار تصدر أبطال مصر لمنصات التتويج قاريا وعالميا. حضراتكم شفتوا كده، هو نموذج لفتاة مصرية زي ما بيقولوا عالمية، يعني مثلت منتخب مصر هنا بس مش في رياضة واحدة، لا في عدة رياضات. هي لعبة كاراتيه، لعبة تنس، لعبة سباحة، لعبة دراجات، وهي كمان لعبة بالأهلي، لعبة بالأهلي في ألعاب القوة. فهو ميكس بصراحة غريب جدا، يعني عشان واحد يبقى صريح هنفهم بالظبط ايه الموضوع وازاي قدرت من رياضة لرياضة لرياضة، وفي نفس الوقت هي تألقت بكل الرياضات دي. خلينا نرحب بفاطمة هجرس. صباح الخير. صباح الخير. شكلك يعني ما يجيبش كل ده، اللهم صل على النبي، يعني ما شاء الله. احنا بنتكلم على الفتاة المصرية والعربية الوحيدة اللي حصدت المركز او الميدالية البرونزية في كأس العالم في الترايثلون. فتعالي نبتدي من النقطة دي فاطمة بعد اذنك، البطولة دي بالتحديد، لان هي اكيد كانت يعني نقطة تحول الى حد ما في حياتك، او نقطة يعني مميزة. فالبطولة دي كانت عاملة ازاي وملابسات حصولك على المركز الثالث؟ البطولة دي كان قبلها تجهيزات كتير قوي. هي كانت بدأة بحاجة صعبة بالنسبة لي، ان انا كنت في البطولة المؤهلة لبطولة العالم كنت تعبت تعب جامد. فبعد كده اتمرنت الفترة دي، كنت بتمرن مع فريق محترفين، كنت ضم احسن لعيبة على مستوى مصر ومستوى العرب. كنا عاملين معسكر تدريبي وكان معانا مدربة أجنبية اسمها ميشيل. عملنا معسكر في سهل حشيش الفترة دي قبل البطولة بشهرين. كنا بنستعد للبطولة دي، كانت في نص سبتمبر. طبعا أنا كنت رايحة يعني إن أنا أدخل من أول 10، ده كان حاجة بالنسبة لي كبيرة، بس طبعا ما كنتش متوقعها، وإن أنا كان سني لسه تحت 19 سنة، فالمنافسة إن هي تبقى نهائي بطولة عالم كانت حاجة مش صغيرة خالص. فكنت مركزة جامد في التدريب في وسط زمايلي، كان في بنات وكان في شباب برضو. قدرت بقى في البطولة لما رحت، يعني تعبت جامد في فترة المعسكر والتدريب، فقدرت الحمد لله يعني في البطولة ان انا اوصل للمركز الثالث على مستوى العالم. كانت مفاجأة لكل الناس في مصر وفي الاتحاد، يعني كانت من احسن الحاجات اللي حصلت يعني الحمد لله. جميل، هو جميل جدا. بس تعالى بقى نرجع بالباك جراوند الاول، يعني نعرف الناس
مين فاطمة هاجرس وازاي يعني ازاي من الرياضة للرياضة للرياضة، وايه يعني ايه اصلا الدافع ان انت تغيري كذا مرة؟ هل مثلا حسيتي لا الرياضة دي انا مش ناجحة فيها، ولا الرياضة دي انا جبت اخر حاجة فيها فانا عايزة اروح احقق حاجة تانية، يعني عشان بس الناس تفهم برضه. هي كانت بدايتي في البداية كان وانا عندي 3 سنين ونص، كان بابا وماما يعني هما شجعوني على الرياضة. لما دخلت شفت الناس في الصاله بيتمرنوا كاراتيه، اللعبه دي اتشددت ليها جامد. وانا كنت من صغيره كنت يعني بحب ان انا اكون قويه، ان انا اكون حد جامد وكده، فاتشددت للعبه دي. بدات في البدايه كنت ضعيفه شويه، يعني كنت بالنسبه لزمايلي وكده ضعيفه عشان كنت رفيعه شويه، فكان الكوتشز وكده بيكونوا بيقولوا لا هي محتاجه تبقى اقوى. فبابا يعني سال في كذا مكان ازاي نقدر ان احنا نقويها، فقالوا ان احنا نشتغل حاجات على جسمها ان هي تقوى، زي السباحه زي التنس. دخلتهم بس طبعا ما كملتش في التنس، كملت في السباحه. السباحه دي كانت بالنسبه لي بقى نقله ان انا ادخل لعبه الخماسي الحديث اللي هي عباره عن جري وسباحه ورمايه وفروسيه وسلاح، العاب قوه بقى. وجنبها طبعا العاب قوه كده كده بجري، فجنبها في النادي طبعا اللي هو لقوني كويسه في الجري، اتميزت في الجري الحمد لله، فكنت بنزل برضو بطولات العاب القوه وبقدر ان انا اكسب فيها على مستوى القاهره والجمهوريه من تحت 14 سنه وتحت 16 والسن دوت. لعبت مسافات متوسطه ومسافات طويله في العاب القوه، علشان دي المسافات الاقرب للخماسي الحديث، عشان في الخماسي الحديث المسافه بتاعتنا كانت بتبدا من كيلو جري. بعد كده بقى كملت يعني فيهم، فلما دخلت الفريق بدات اكون من احسن اللعيبه في النادي، من احسن اللعيبه في القاهره. مستوى بدا يتحسن في الكاراتيه كمان، بقيت احسن لعيبه في القاهره وكملت في الكاراتيه يعني. كنت ماشيه في الاثنين مع بعض لحد ما دخلت منتخب الخماسي الحديث، خدوني في منتخب الناشئين، كنت من اصغر اللاعبات وكده هناك، فكان ساعتها لازم اخد القرار ان انا ابعد عن الكاراتيه بعد ما كنت مميزه فيه، ان انا كنت مش بلعب كاتا بس او كوميتيه بس، كنت الحمد لله متميزه في الكاتا وفي الكوميتيه، فكنت لازم اتنزل عن حاجه علشان اقدر ان انا اركز، لان ساعتها لما دخلت منتخب الخماسي الحديث كنت بدات ان انا كبرت شويه تحت 14 سنه، فبلعب سباحه وجري ورمايه وسلاح وفروسيه. ده ايه الوقت بقى؟ فين الوقت؟ ما هو فين الكلام ده؟ عشان كده كان لازم اتنزل عن لعبه بقى، علشان كده كويس ان انت لقيتي فرصه تيجي تقعدي معانا شويه دول. فكان لازم اتنازل عن لعبه، مع اني الحمد لله كنت واصله كويس، بس كنت لازم اخد القرار ان انا اركز في الخماسي الحديث. فهنا بقى قدرت ان انا ابدا ان انا اظهر شويه في الخماسي الحديث، ان انا ابقى بطله مصر في الخماسي الحديث في المرحله بتاعتي. لعبت بطوله البياثل الدوليه، قدرت ان انا اكسب فيها اجيب المركز الثاني عالم وانا تحت 14 سنه. بعد كده بدات، حصل ظروف يعني عندنا في البيت، بابا تعب شويه وكده وبعدنا عن الرياضه شويه، فبداوا ان هم يكلموني في منتخب الترياثلون، بيقولوا لي ان احنا عاوزينك معانا. كنت انا بتميز الحمد لله في الجري، كنت لسه مش بركب عجل خالص، اتعلمت بقى على ايد كابتن عاشور وكابتن وجيه، كانوا هم اللي علموني ازاي اركب عجل. وقتها كان في 2012، كان عندي 15 سنه. فبدات اتعلمت عجل، ما كنتش متوقعه خالص ان انا اكون جامده، انا كنت زمان وانا صغيره كان بابا بيحب يخليني اركب عجل وكده. 2012 عندك 15 سنه؟ 15. يعني دلوقتي عندها كام كده؟ 24 تقريبا. 23 24 العجل بتاع الترياثلون او الدراجات عامه بيكون فيه الروت بايك اللي هو بيكون رفيع شويه والكنترول فيه صعب، فعشان كده لما جيت ركبته كان الموضوع بالنسبه لي يعني الكنترول مش احسن حاجه، من زمان ما ركبتش عجل. فلما لعبت العجل واتمرنت له الحمد لله دخلوني بعدها بشويه، دخلوني تيست مع منتخب الدراجات لوحده وقدرت ان انا اكسب فيه، فانضميت ساعتها لمنتخب الدراجات، وكان ده طريقي بقى بدايه في الدراجات في 2012. في اخر 2012 عملت معاهم كامب، اتميزت وظهرت، كنت من احسن اللاعبات هناك. بعد كده لعبت معاهم في 2013. انا تعبت والله العظيم، عملت ايه ولا ايه؟ انا بنهج بنهج والله العظيم. بعدين ايه تحط وصلنا الرياضه، اقول خلاص هنستقر هنا، قلت لك رحت الرياضه اللي جنبك، لحقت تروحي المدرسه في وسط المعجنه دي كلها؟ والله انا كان الهدف بتاعي حتى في الدراسه، يعني مش كنت ببص ان انا اوصل لكليه القمه، او انا عارفه مستقبلي او طريقي ازاي، يعني ما كنتش حابه ان انا اوصل ان انا اجيب مجموع 100% او التارجت بتاعي كده. انا كان التارجت بتاعي ان انا ادخل تربيه رياضيه رقم 1 واعلام رقم 2، انا كنت حابه المجالين دول يتربطوا معايا مع بعض. بس انت حب كمان للتربيه الرياضيه مستمر حتى اللحظه، بدليل ان انت بتعملي ماجستير كمان في العلوم الرياضيه ومعلقه.
يعني ايه بقى؟ انا حابه شهير اللي حببني في الكارير بتاع الاعلام برضو، بابا وماما اعلاميين، فده اكتر حاجه يعني حببتني ان انا امسك الكارير بتاع الاعلام مع الكارير بتاع الرياضه، عشان الرياضه بدات فيها من صغري، فاللي هو اعلام رياضي بقى اللي هو دخلت الاعلام من ناحيه الرياضه. طب انت تيجي معانا بقى ان شاء الله. ان شاء الله. حلو. فعملت الماسترز برضو، كنت حابه اتعمق اكتر في الرياضه، لان برضو طبعا زي ما اتمرنت على ايد مدربين كبار جدا وناس فاهمين كويس قوي، كان في ناس برضو ما كانوش عندهم يعني كانوا بيتخذوها كمهنه، ما كانوش فاهمين قوي في الرياضه، كانوا ممكن يكونوا كويسين جدا على المستوى كتدريب، لكن اكاديميا يعني، لكن مش على مستوى عملية. التدريب اللي هو العملي، بس مش كويسين على مستوى مثلا سايكولوجي اللاعب حاسس ايه من جواه، فيسيولوجي اللاعب ايه التغيرات اللي بتحصل له، كانوا ممكن يحطوا التدريب لكل الناس زي بعض، لا كل لاعب فيه فروق فرديه، لازم اكون شايف ان اللاعب ده محتاج ايه، اللاعب ده مش محتاج ايه، ممكن اللاعب يكون كويس جدا جسديا بس نفسيا هو خايف او مش احسن حاجه، مثلا ظروف محيطه، بيئه محيطه زي الاهل مثلا، حاجه في العيله، في ظروف، او في مثلا في الدراسه، او في الشغل، فده ما يخليهوش ان هو يقدر يعمل المستوى بتاعه في البطوله، فلازم اللاعب برده يكون عنده اخصائي نفسي رياضي ان هو ياهله نفسيا مع المدرب، علشان اقدر ان انا اوصل باللاعب ده لحاجه كويسه. طبعا ده بجانب التغذيه بتاعته، ان هي تكون التغذيه سليمه، لان التغذيه عليها عامل كبير جدا عن التدريب، يعني ممكن توصل مثلا نسبه 70-80% تغذيه، لان لو بتمرن كويس جدا ومش باكل صح. النسبه للدرجات دي عاليه؟ النسبه اكبر طبعا، لان انا ممكن اتمرن كويس جدا بس باكل كتير، باكل كتير جدا، فولا كاني اتمرنت هلاقي وزني زياده، وخاصه هي بتتقاس بالكالوريز بالظبط، خاصه في الالعاب الرقميه اللي احنا بنلعبها، يعني مش هقول الالعاب اللي هي الفايت زي مثلا الكاراتيه او التايكوندو او الكونغ فو او المصارعه، دي بنكون محتاجين فيها بس الميزان علشان ينزل الميزان اللي بيلعب بيه في البطوله، لا هنا في الالعاب الرقميه محتاجين الوزن بتاعنا علشان نكون خفاف واحنا بنجري، خفاف واحنا بنعوم، واحنا بنركب عجل، وفي نفس الوقت نكون اقوياء، يعني لازم الرياضات دي تحديدا بيطلق عليها الالعاب الرقميه، ولا تقصدي الالعاب اللي بيبقى فيها اعتماد على موازين معينه؟ لا الـ الالعاب اللي ليها علاقه بالموازين، لا دي مش العاب رقميه، دي حاجه ليها علاقه بالميزان، الالعاب الرقميه هي اللي بفتح بيها بستخدم بيها الساعه، زي السباحه مثلا، زي العاب القوه، زي الدراجات، فالالعاب دي بتكون محتاجه اللاعب يكون وزنه خفيف شويه، محتاجه يكون برضو فيه قوه عضليه، بس مش ان انا اكون وزني زياده، يعني نسبه الدهون بتاعتي مش محتاجه ان هي تكون كتيره، لان هي لما بيزيد وزني انا المستوى بتاعي حد يقدر ان هو يسبقني بسهوله. أكيد. فعشان كده لازم اكون مركز على كل الجوانب، مش جانب بس التدريب ان انا اتمرنت هبقى بطل، لا لازم اركز على التدريب، لازم اركز على الاكل بتاعي، لازم اركز على السايكولوجي نفسيا اللاعب بتاعه عامل ازاي، لازم برضو اشوف فيسيولوجي اللاعب، هل جسمه النبض بتاعه عامل ازاي، هو قادر ان هو يمشي في معدل النبض المظبوط بتاع كل تدريبه ولا لا، لان ما ينفعش ان انا اجيب واحد مستوى قليل امرنه مع لاعب بروفيشنال او مرحله سنيه مختلفه. كل تدريبه بيكون لها هدف، يعني في تدريبه ممكن الهدف منها ان انا يكون بلعب في زون عالي اللي هو معدل نبض عالي شويه، علشان اعمل ايفورت عالي، علشان ان انا يعلي عندي حاجه معينه. في تدريبه تانية لازم اريكفر فيها، لازم يكون المعدل النبض بتاعي قليل، فعلشان ان انا جسمي يحصل عمليه الاستشفاء عشان اقدر اتمرن تاني، فلو لاعب مستوى قليل شويه هيكون عاوز يمشي مع اللاعب القوي، فكده مش هيحصل عمليه الاستشفاء، فيحصل له اوفر تريننج اللي هو التمرين الزياده، فيحصل له بعد كده بيحصل مرحله الاصابات اللي بتحصل بقى للعيبه اللي بنشوفهم. فعشان كده لما يكون لاعب مريح ما ينفعش ان احنا نقوم مدخلينه على طول في وسط التمرين، لا لازم نعمل تاهيل، ننمي العناصر بتاعه اللياقه البدنيه بتاعته كلها بشكل عام، بعد كده بشوف عناصر اللياقه البدنيه الخاصه بتاعه اللعبه بتاعتنا اللي احنا بنلعبها، بعد كده اقدر بقى ادخله في وسط الناس وفي وسط الشغل. فعشان كده انا حبيت اعمل الماسترز بتاعتي في الجانب بتاع الرياضه علشان يعني افهم فيه. انت لو قلتي بس شويتين دول هتاخدي الماسترز وانت قاعده، مش هتعملي مجهود يا ست الكل. بصي فاطمه بجد في ضيوف بييجوا بيردوا على القد مثلا، نحاول نطلع منهم الكلام. صحيح. احنا قاعدين بنسمعك يعني. طب ممكن نروح اسالك سؤال وهسيبك بقى. لا اتفضلي طبعا، عشان برضو اكيد دلوقتي وانا بصراحه عندي كريوزيتي، عندي يعني الرغبه. أيوة. الفضول. انت دلوقتي ما شاء الله عليك بجد متفوقه جدا على المستوى الرياضي، وعارفه انت التارجت بتاعك عايزه ايه، انا عايزه اكمل في المجال ده، عايزه اعمل ماسترز يعني، وده هايل. الحاجه الثانيه بقى، طيب انت اتخرجتي من كليه ايه تحديدا، وهل
يعني ناويه تشتغلي ولا ده مش هينفع مع ده؟ ما عايزين نعرف برضو انت. انا اتخرجت من كليه التربيه الرياضيه وبرضو الماسترز بتاعتي في كليه التربيه الرياضيه في علوم الرياضه. بالنسبه للشغل بتاعي انا بشتغل كمعلقه رياضيه وبرضو بشتغل كمذيعه برضو رياضيه. فين بقى؟ في قناه صحتي. ده بالنسبه لي انا دلوقتي يعني في مرحله اللي هو باخد يعني زي ان انا باخد خبره اكتر. مش حاطه تارجت اساسي دلوقتي، انا ماشيه فيه دلوقتي اللي هو باخد كورسز فيه، بحاول اقوي نفسي على قد ما اقدر فيه. دي حاجه. الجانب الثاني انا برضو عندي التيم بتاعي، الناس بمرنهم في السن الصغير، وبرضو في الليديز الكبار اللي هم بيكونوا التارجت بتاعهم بقى الناس الكبار، ان هم يعني يخلوا الصحه بتاعتهم احسن. مثلا لو وزنهم زياده شويه اقدر ان انا اخلي وزنهم يقل، مع ان انا اقدر امرنهم. لو عندهم لا قدر الله زي السن لما بيكبر شويه بيكون في بعض الاصابات، بقدر ان انا ااهلهم الاصابات دي، سواء بقى في سباحه او جري او فتنس. بقدر ان انا يعني امرن في الجانب ده. وفي الجانب التاني بقى السن الصغير ببدا ان انا ايه اخليه يطلع واحده واحده كمنافسه ويقدروا يعملوا ارقام كويسه. جميل. بحكم ان انت يعني للدرجات دي يعني متبحره في الرياضه وفي كافه العناصر الرياضيه وحتى العلوم الرياضيه اللي انت بتعملي فيها الماجستير بتاعك، عايز اسالك عن رؤيتك لاهتمام الدوله بالرياضه في الفتره الاخيره بشكل عام وفيما يتعلق بالترايثلون بصفه خاصه. هل شايفه ان في نواقص حاجات لو اتعملت او خطوات لو اتخذت هتفرق كتير مع المنتخب المصري؟ هو في الفتره الاخيره يعني ممكن نقول من بعد اولمبياد او من قبل اولمبياد 2016، يعني انا شايفه من رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي شايفه اهتمام كبير قوي بالرياضات وخاصة الرياضات الفردية. يعني زمان احنا كنا بنشوف ان الرياضات الجماعية هو طبعا يعني حاجة طبيعية برضو بحكم دراستنا كمثلا تسويق رياضي، ان احنا عشان نعمل اعلان او نعمل يعني حملات او كده لأي حاجة ليها علاقة بالرياضة، الاسهل لينا ان احنا نجيب لعيبة كرة القدم او لعيبة الرياضة الجماعية، لان عدد المتابعين ليهم كبير جدا. طبعا. بعكس الرياضات الفردية مع انه ممكن يكون واصل لانجازات شخصية اكتر من لاعب كرة القدم. صحيح. بس بيكون نسبة الناس اللي بتبص عليه او الناس اللي تعرفه بيكون اقل شوية. فعلشان كده بنلاقي ان اللاعب كرة القدم سعره اعلى كتير، السبونسرز او الرعاة او معظم الرعاة بيروحوا ليه هو، لكن كرياضات فردية بتكون اقل شوية. بس في الفترة الاخيرة يعني بدأوا ان هم يسلطوا الضوء على الرياضات الفردية شوية، يشوفوا احسن اللاعبين، يبدأوا السبونسرز تروح لهم. بدأت اشوف ان كماركتنج وكرعاة للاعبين لا في الفترة الاخيرة زاد جامد جدا ومستويات عليت جامد جدا. يعني انا شايفة نسبة المنافسة في الرياضات الفردية مقارنة بقى احنا ماشيين صح، يعني احنا ماشيين حلو، ويا رب كمان يعني الفترة اللي جاية يكون احسن كتير. وطموحك ايه بعد كده؟ يعني انا شايفه اصلا طموحي ما قفلت كل الرياضات ده محليا، ما انا جايه لك في السؤال يعني من شخصيتك احنا او اكيد والناس برضه ممكن تستشف ان لا شخص طموح، شخص لسه عايز يعمل ويعمل، بتحبي دايما الحاجه اللي ما دخلتيهاش تحبي تستكشفي. ده اللي انا الامبريشن او الانطباع اللي خدته عنك يعني، ودي حاجه حلوه جدا. ثانك يو. ايه الطموح او يعني ايه الليفل النكست، يعني واتس نكست، يعني انت عايزه ايه بعد كده؟ عايزه تروحي على المستوى بقى الدولي؟ عايزه يعني انا بعد اما اتخرجت من الكليه انا ما وقفتش رياضه، بس بدات بعدت شويه. يعني اخر حاجه لعبتها كان في كمنافسه دوليه تبع الاتحاد ومنتخب، كانت في اخر 2019، كانت بطوله الديواثلون الدوليه، جبت فيها اول عرب واول افريقيا في مرحله العمومي محترفين. بعدها اما كنت جنبها كنت بادئه في الماسترز بتاعتي وكده، فكنت حابه ان انا اركز فيها اكتر كدراسه، كنت حابه كدراسه، وبدات اركز جنبها كشغل سواء في الجانب التدريبي او في الجانب الاعلامي، اخد فيها كورسز، ابدا ان انا اتدرب، ابدا ان انا اشتغل. بس ليه عملتي الخطوه دي بدري؟ يعني انت صغيره لسه، كان ممكن تكملي لغايه مثلا
الثلاثينات، ليه بديتيها يعني من دلوقتي؟ قلت بالنسبه للماسترز قلت ان انا خلصت الكليه، يعني ناس كتيره طبعا خدت فيها راي ناس كتيره، قلت اريح ولا اكمل على طول؟ قالوا لي طالما انت لسه بتدرسي ومتعوده ان انت تذاكري ومتعوده ان انت تبحثي ومتعوده الكلام ده كله، لا الاحسن ان انت تاخدي الستبس دي ورا بعض، وطالما انت ما فيش حاجه مربوطه بيها او في حاجه وانت فاضيه، فالاحسن ان انت تاخدي الستبس دي ورا بعض، علشان لو ريحتي ممكن الفتره تطول منك، ممكن تشتغل يعني تشتغلي في حاجات تبعدك عن المجال ده خالص. فانا الاحسن بالنسبه لي او كان الهدف الاساسي بالنسبه لي ان انا اخلص الماسترز بتاعتي في اقرب وقت، علشان بعد كده اقدر اشوف انا حابه اعمل ايه كشغل ككارير، لان انا برضو شغلي كده يعني لحد دلوقتي برضو انا واخداه كبار تايم بالنسبه لي، لكن هدفي الاساسي اللي هو الماسترز بتاعتي، هدفي الاساسي ان انا بتمرن محافظة على الليفل بتاعي، عشان لما ادخل في الكومبيتيشن تاني انا بنزل بطولات برضو وكل حاجة وبشارك ومتواجدة، لكن في بطولات موجودة في مصر وكده، لكن كدوليا ان شاء الله الفترة اللي جاية دي باخد بس الماسترز، هبدأ تاني ادخل كمنافسة. بس فترة التوقف دي مش هتأثر؟ لا انا توقفت شوية في كمنافسة في الترياثلون، علشان دخلت الحاجه تانية اسمها الايرون مان. شوف بقى دي بره الاتحاد، انا نفسي على حاجه وانت سريعه على طموحك. انا نفسي تعبت هي نفس اللعبه بس ديستانس كبيره شويه، فكنت بعيده شويه، كنت بتمرن للعبه دي بجانب ان انا رجعت الكاراتيه تاني، وقدرت ان انا في 2019 يا ريتك ما سالتيني قدرت تاني في 2019 ان انا اجيب اول افريقيا واتاهل لبطوله العالم، بس ما طلعتش بقى عشان ما كانش فيه ميزانيه يعني، فكنت يعني ركزت في الكاراتيه شويه علشان كان الوقت عندي قليل ان انا اقدر اعمل كذا حاجه مع بعض. رياه حسيتيها اخيرا؟ لا ما شاء الله احنا بنهزر معاك. طيب عايزين نختم معاكي، احنا فاضل اقل من دقيقتين على نهايه الفقره دي اللي انت نورتينا فيها، بس انا عايز يعني استاذنك ان انت توجهي رساله للاهالي واولياء الامور اللي ممكن يكونوا خايفين على اولادهم لا ينغمسوا في الرياضات المختلفه على حساب الدراسه. احنا عندنا نموذج، انت ابتديتي تمارسي الرياضه بتقولي من وانت عندك 3 سنين، وبسم الله ما شاء الله الحاجات اللي احنا بنحكي فيها من اول اللقاء. هل ده اثر على دراستك ولا لا؟ وايه اللي الاهالي لازم يعملوه عشان يحققوا التوازن ده لاولادهم ينجحوا دراسيا وينجحوا رياضيا؟ هو بالنسبه للدراسه هو ما اثرش على دراستي خالص، لاني كنت محدده هدفي من البدايه انا هدخل ايه، فكنت الحمد لله ماشيه مع الدراسه مع الرياضه ماشيه كويس، ده طبعا عن طريق ان احنا بننظم الجدول بتاعنا. بالنسبه بقى للرياضه بشكل عام عمرها يعني ما هتاثر على دراسته، طول ما انتوا عاملين جدول ليه منظمين الاولويات بتاعتنا في حياتنا، بنصحى الصبح بدري بياكل صح بيبدا مثلا، انا مثلا هديكم مثال على نفسي، كنت مثلا بتمرن سباحه الفجر، بعد كده بروح المدرسه بتاعتي، بعد كده ماما وبابا بيجوا ياخدوني مثلا بيكون معاهم الاكل، باكل الاكل عشان ما اجيبش برضو اكل من بره لان ده بيضر جامد جدا، لازم اجيب الاكل يكون معمول في البيت ويكون معمول بطريقه صحيه. اسهل حاجه عشان نعمل حاجه بطريقه صحيه ان الاكل يكون يا مسلوق يا مشوي، نبعد اي حاجه فيها زيوت فيها دهون فيها برضو السكر الملح بلاش يعني ما ياكلوش العيال يعني لا نركز جامد على الاكل الصحي تمام، ونركز كمان ان بعد كده عادي التمرين بعد كده نقدر ان احنا نحطه مش هيعطل عن اي حاجه يعني، بس دعم الاهل برضو لازم يكون لازم الاهل يكونوا في الظهر عشان يقدر ان هو يكمل، لان اللاعب طبيعي ممكن في وقت من الاوقات يمل يزهق يخاف، فلازم دايما يكون بيسبورت لي في ظهره. هو ده بالنسبه للاطفال العاديين اهاليهم بيدعموا، وانت في حالتك مش عايزه اهل، انت عايزه جهاز فني ماشي وراك. عموما نورتينا وحاجه جميله جدا ونموذج مشرف للفتاه المصريه الناجحه اللي بتبهر العالم بالمعنى الحرفي بمستويات يعني رائعه في رياضات حتى متعدده مش مجرد رياضه واحده. نورتينا وشرفتينا. شكرا جدا. شكرا يا فاطمه ليك. شكرا جدا. وهنروح فاصل، والفقره اللي جايه زي ما كنا نقول لحضراتكم هنتكلم فيها بقى عن ملف كره القدم، واكيد الملف الابرز هو المنتخب.